السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ما فيش يا جماعة، من دقيقة أبو حمزة جاب لك الكرتونة دي، بيقول له خدي أنا أعمل لك مفاجأة. مفاجأة إيه اللي في الكرتونة دي؟ فبشتلها لقيتها حاجة بتتحرك جوه وبتصوصو، إيه شبه كده، إيه صوصوة الوز على صغير. فقلت له أنت جايب لي إيه يا أبو حمزة؟ قال لي افتحها وأنت تعرفي، ده هدية ب160 جنيه. هنفتح كده يا جماعة، والله العظيم أنا ما فتحت الكرتونة، أنا هفتحها قدامكم حالا ونشوف ايه الهدية اللي أبو حمزة جايبها لي. بسم الله، أنا أصلا لسه من الكهرباء يعني، وإيدي بتترعش، خايفة أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هدية ايه يا أبو حمزة؟ حاجة لونها أبيض. ايه ده؟ فرخة؟ جايب لي فرخة يا أبو حمزة؟ بسم الله ما شاء الله، ده رومي ما شاء الله. بتعض دي ولا ايه؟ ما شاء الله، فرخة رومي يا جماعة صغيرة، ما شاء الله ما شاء الله، سوسة ولسه صغننة. بسم الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. اهي بس مش عارفة دي دكر ولا انتية ولا ايه، ده لسه صغيرة، لسه شعرها، رقبتها لسه فيها شعر، ما شاء الله ما شاء الله. مش عارفة دي يعني دكر ولا انتي، دي يعني ما اصلش انا ربيت رومي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. مفاجأة حلوة يا ابو حمزة، ما شاء الله. دي بقى ان شاء الله ايه، هفضلها مكان كده واحطها فيه. انا مش عارفة دي دكر ولا انتاية بصراحة، بتعض. لا بتعضش، طيبة اهي لسه صغيرة. إيه مخرملها خرم اهي في الكرتونة عشان تتهوى، لانه لسه جايبها حالا، حتى هو والله لسه ما دخلش البيت، ناولها لي من البلكونة. ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله، دي اكيد بقى هتاكل علف من بتاع الفراخ العادي اللي هو البادي نامي اكيد يعني. حتى ما يجي ابو حمزة نسأله كده، ده لسه ظهرها من جوه، شعرها شعره ما اكتملش اهي، لسه صغيرة خالص بس بتصوصو. منتظر كده ابو حمزة يجي ونكمل كلامنا عليه. يا جماعة هو بقول له ده رومي، قال لي ايوه رومي، انت ما انتش عارفاه، بس انا اول مرة اشوف رومي ابيض، انا ببقى اشوفه على النت بس انا ما اعرفش شكله وهو صغير. ده عمره قد ايه؟ ده عمره شهر ونص، وزي ما احنا قلنا تمنه 160 جنيه، جايبه منين ابو حمزة؟ من المحل اللي هو بيبيع النعام والرومي وكل حاجة يعني، في على طريق السد بتاع دمياط الجديد. يعني اللي من دمياط يا جماعة، لو من على طريق السد وانت رايح من عن طريق داخل من دمياط، من طريق المزلقان من السنانية، وانت جاي من دمياط من على طريق السد، هو على ايدكم اليمين وانتوا رايحين ناحية دمياط، وعلى ايدكم الشمال وانتوا جايين السنانية، صح يا ابو حمزة كده؟ انت قلت لي انت جايبه مية ده وستين جنيه مولد على نعام، ماهوش رومي، ده هجين يعني يا ابو حمزة؟ هجين. مولد على نعام، علشان ده بيقولوا والله ان هو فعلا وصل لغاية 45 كيلو. ما شاء الله طبعا احنا بجد، هنشوف الكلام ده حقيقي ولا هزار. جيب لي، طب تعالى كده ننزل نشوف وزنه قد ايه. ده عمره شهر ونص يا جماعة، والله العظيم فعلا وهو بيبص كده تحس ان رقبته رقبة نعامة كده، بيضحك علينا. دي كله وزن. بسم الله، شغل شغل الجهاز الاول، سيبها هنا علشان نحطها في تاني، عم جهز له المكان. نشوف وزنه كده، عمره شهر ونص قد ايه، بس هو يعمل بيتباع على الارض. انا هنمسكه نعمل له حفاضة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو وربع، كيلو وربع، كيلو وربع. ما شاء الله لا قوة الا بالله، يجيبي لي هي كبيرة. ده ياكل ايه؟ ده هياكل علف بس، يعني الناس كانوا علف بيقولوا نوع يعني، علف هنحط له بادي بازار دلوقتي ان شاء الله. وهجيب له ان شاء الله اللي هو كام في المية؟ 23%. هياكل 23% لحد قد ايه؟
هو مبدئيا كده المفروض ما حطش احط له ياخد 21% علشان خاطر ما يجيلوش ما حاجه في المياه. يتكسحش. لان 21% يطلع حلو بقى قوي براحته عليه. ان شاء الله. طب الله حطه في المستعان. الكرتونه بقى اما اجهز له المكان. ماشي احط له الكرتونه. بسم الله. يا جماعه زي ما انتوا شفتوا كده هنجهز له المكان بقى، حط له اكله وميته ونشوفها برضه دلوقتي. ونشوفها ان شاء الله الوقت. انتظرونا. حطيته يا جماعه في السلاكه، عم افضله مكان تحت السلاكه من تحت على الارض. ان شاء الله نوضب له كده مكان ونحطه فيه. وده ذكر يا جماعه ماهيش نتايه. الراجل لما ابو حمزه راح يجيبه قال له ان اللي موجود عنده كله ذكوره، لان الذكوره هي اللي بتكبر بسرعه عن الندي. وحطينا له اكل في اللي هي كنا بنحط فيها الصدف بتاع البحر. واللي هناك ده في الاخر ذكر سمان اللي كان قاعد وحيد، ده رجله بتوجعه. شلنا من النتايه اللي كانت معاه حطيناه فوق مع اخواتها، وسمنا ايه ذكر سمان ده لما ان شاء الله باذن الله بكره اذبحه. وحطينا له اكله اهو، حطيت له رافع مناعه يا جماعه في الميه كتحصين كده. ليه شايفين بيرغم ودانه معايا بيشوفني انا بتكلم بقول ايه؟ انا بتكلم عليك. ايوه. وطبعا احنا حاطين له الاكل هو انا عشان يعرف يحط دماغه ياكل. وهنا الاكل بتاع السمانه العاديه عم نبقى نذبحها عشان حرام نظلمها معايا يعني وكده. بس لسه طبعا انا هقعد اراقب اشوف هو هيضرب السمانه الصغيره. هي خايفه، الذكر خايف هناك اهو واخد جنب زي ما انتوا شايفين، مرعوب منه، اخد له جنب اهو مزوي. وان شاء الله اللهم اني اسالك خيره وخير ما جبلته علي، واعوذ بك من شره وشر ما جبلته علي. يا رب يبارك لنا فيه يا رب. ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما انتوا شايفين يا جماعه ده اللي هو هجين على نعام. ابو حمزه بيقول لي هجين على نعام، ده عمره شهر ونص زي ما احنا قلنا لكم في اول الفيديو. وحطينا له العلف السمسم قدامه اهو زي ما انتوا شايفين. وناخد جولة كده على ايه، على السمان بتاعنا. عمال بيقول ايه اللي انتوا جبتوه ده؟ جولة سريعة على سماننا كده. وان شاء الله بإذن الله هنتابع مع بعض على خلال الأيام. بيزيد مثلا لو هنقول في الأسبوع هوزنه كل أسبوع، هشوفه ان شاء الله هيزيد في الأسبوع قد ايه بإذن الله. ومجمل كل شهر يبقى يزيد في الشهر قد ايه. هو بيقول لك بوصل وزنه لحد 60 و70 كيلو. ما شاء الله يعني، انا مش مصدقه بصراحه يعني، مش عارفه هيبقى قد الخروف يعني. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك لنا فيه يا رب، والله المستعان. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده يا جماعه، ويا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. وما تنسوناش وفاء دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.